بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالكرام إخواننا الفلاحين والمزارعين وكل المهتمين بالشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم بإذن الله تعالى عن الفرصة أو الصقيع. يعني إيه صقيع يا جماعة؟ الصقيع إن هو إن درجة الحرارة بتنزل لصفر فيما تحت الصفر، تمام، وبالتالي بيحصل تجمد للعصارة النباتية جوه النبات فبتكون كرات تلج، وبالتالي بتعمل على تهتك الأنسجة النباتية وجدر الخلية النباتية. ده باختصار شديد. وعايز تفهم يعني ايه قصة صقيع اكتر، انت النهاردة لو مسكت ازازة مليتها مية وحطيتها في الفريزر، بعد ساعة بعد ساعتين مجرد المية ما توصل لنقطة التجمد هتبص تلاقي الإزازة فرقعت. ليه؟ لأن الماء لما بيتجمد بيزيد الحجم بتاعه، فلما بيزيد الحجم بتاعه عمل ايه؟ ما لقاش قدامه القوة بتاعت التجمد إلا ان هو يكسر الإزازة اللي انا حاطط فيها المية. فحل من الاتنين، يحطها في بلاستيك، تمام، يحط المية في الإزازة بلاستيك بحيث ان هي تتمدد مع تمدد الماء، او ان انا احطه في ازازة، بس احطه مثلا في ازازة ونقصه ربع او نقصه شوية من فوق بحيث لما يزيد الماء ما يكسر ليش الازازة. هي القصة اللي انت بتتكلم عليها في التلاجة ديت، هي القصة اللي بتحصل في النبات. اعتبر ان النبات ده هو الازازة، واعتبر المية اللي انت بتحطها في الازازة دي هي المية اللي في النبات بالظبط. واحنا عارفين النبات اساسا فيه من 90 ل 98% على حسب النباتات نفسها وعلى حسب مراحل النمو بتاعته بتبقى عمارة عن ماء، تمام. اظن القصة كده وضحت. فلما درجة الحرارة بتنخفض تحت الصفر فبتبدأ تعمل لي تجمد للماء اللي هو في النبات، فبزيد الحجم بتاعه فبيعمل لي على تهتك الأنسجة النباتية. وبمجرد طلوع الشمس تاني يوم بنبص نلاقي على الظهر كده كل شيء انتهى، لأن حصل انهيار كامل للأنسجة بتاعة النبات، إن كان الورق أو القمم بتاعة النبات، تمام. طيب عندنا الصقيع يا جماعة بنحذره امتى؟ الصقيع المفروض بنحذر فيه من 10 ديسمبر اللي هو 10-12 حتى 20-1، بعد كده اعتقد ان ما بيحصلش عندنا صقيع. الجو ده دايما بيدفي والامور بتبقى كويسة، تمام؟ طيب امتى، ايه الليالي اللي متوقع فيها الصقيع؟ الليلة الصافية اللي ما فيهاش اي حركة للهواء والشمس غربت كده والدنيا صافية، لا في غيام ولا في هوا ولا في أي حاجة خالص، والنجوم طالعة تمام التمام، هي دي الليلة اللي ممكن يحصل فيها الصقيع، الليلة الساكنة خالص اللي ما فيهاش أي مشاكل. طيب الليلة اللي فيها سحب أو الليلة اللي فيها رياح لا يمكن يحصل فيها الصقيع أبدا، نام وأنت مطمئن، تمام، ده متفقين عليه. طيب الاحتياطات او الاحتياطات الاحترازية بقى اللي احنا ممكن نقوم بها عشان نخفف، انا بقول نخفف من اضرار الصقيع. اما الصقيع اضراره هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على مرات الحدوث بتاعته في الفترة دي في خلال الموسم اللي احنا اتكلمنا عليه، او الاستدامة بتاعت الفترات كانت قد ايه، كانت 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، انت وحظك، تمام. دي اللي هنتكلم فيها. فاذا كانت النوبات خفيفة واحنا عملنا الاجراءات الاحترازية دهيا مش هيحصل للنبات عندي حاجة، تمام. اول الاحترازات دي يا جماعة عملية زراعية مثل عملية الري مثلا. الري بتاعك انت عندك طماطم، عندك فلفل، عندك بتنجان، المفروض بتروي مش ري بقى، انا عايزك تدي 10 دقائق يوميا. هو ممكن النبات ما يحتاجش كل يوم في الاوبن فيلد، انا بتكلم على الاوبن فيلد مش على الصوب بره، يعني في الحقل المكشوف يا جماعه مش بتكلمش على الصوب. انت ممكن تروي كل يوم كده ما بين المغرب والعشاء 10 دقائق، اذا ما تيسرش يبقى قبل المغرب ب 10 دقائق كده، تدي 10 دقائق ميه
تمام، بحيث ان النبات يدخل عندك ريان، بحيث الرطوبه الارضيه تبقى كويسه، لان الاسترس او العبء اللي نزل ده هو او التريجه اللي نزلت ديت نزلت على النمو الخضري وعلى النمو الجذري. طب ما كفايه النمو الجذري وكفايه النمو الخضري، وانا النمو الجذري اديله شويه ميه يلطفوا لي الدنيا تحت، تمام؟ دي الغرض من عمليه المي، او ان الارض لو جافه خلاص ما فيهاش اساسا تبخير في المنطقه بتاعه الجذور او فوقها، فلما بدي شويه ميه بيحصل حركه الرطوبه كده، فبتظبط لي الحته بتاعه الجدر دي شويه، تمام؟ دي الغرض من عمليه الري، تمام؟ الصقيع لما بيجي بيدخل لي في قصه ايه؟ بيدخل لي في قصه ان هو بيهتك لي في الانسجه بتاعه الخلايا النباتيه، وخصوصا السيلوول او الجدار الخلوي، تمام؟ فانا ليه ما ابداش اسمد كالسيوم بحيث ان هو يزود لي السمك بتاع الجدر بتاعه الخليه ديت ويخليها الى حد ما يا جماعه، لان الصقيع على فكره لو جه بالمعنى اللي هو الاجراءات الاحترازيه دي ما تعملش فيه حاجه الا يعمل معاه البيوت المحميه، اللو تانلز، الانفاق المنخفضه، الري بالرذاذ، ده اللي يقدر يوقف الصقيع عند حده. اما اللي انا بتكلم فيه ده هو اجراءات احترازيه اساسا، يعني لو جه يعني شويه برد كده او صقيع يعني ساعه ساعتين ممكن النبات يتعمله، اما اكتر من كده مش هيحصل، عشان بس نكون واضحين. هنجيب شويه 5 كيلو بوتاسيوم، السلفات بوتاسيوم، سلفات بوتاسيوم، تمام؟ وندوبهم في برميل ميه، او 5 كيلو سوبر فوسفات وندوبهم في برميل ميه ونرش على النبات بتاعي، وبعد الرش بتاعي بدي شويه كبريت زراعي، بدي شويه كبريت زراعي، زهره الكبريت ديت بتضره اللي هو الدست الناعم دهون، تمام؟ وببدا اعفر الارض بتاعتي بالكبريت، فبتعمل لي فليم او طبقه رقيقه على الورقه كده، فالورقه دي ممكن تحمي لي النبات لو الصقيع كان هادي ما كانش بالباور القوه اللي نعرفها يعني، تمام؟ ده من ضمن الاجراءات الاحترازيه. اقلل مهما اقلل في التسميد الازوتي، التسميد الازوتي يا جماعه بزود النمو الخضري، بزود النمو الخضري وبخلي لي النبات طازه كده وفريش وتمام التمام. والعصاره النباتيه بتبقى العصاره النباتيه بتبقى كتير اساسا في النبات، تمام؟ فانا لما اعمل القصه دهيت، لما اقلل بس التسميد الازوتي وازود البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، هيعمل لي خشونه في النبات فيقدر يستحمل شويه مع الصقيع. دي تاني حاجه. نسيت اقول لك، لما تحب تعمل قصه السوبر ترشه وترش كبريت، تمام؟ ممكن بعدها حضرتك تغطي بقش رز، مفيش اي مشكله خالص عشان يعديك من الوقت ده. بس الحاجات التغطيه بالقش الرز والكلام ده المفروض يا جماعه ما يبقاش الا مثلا لطماطم اتزرعت في شهر 9 وابتدت في شهر 12 يبقى فيها الحمل بتاعها تمام التمام، مش ناقص غير ان الثمره بس شجره الطماطم ما هي اللي حاضنه للثمره وخلاص، مش هتزيد ولا هتكبر. بنغطي المحصول بتاعي، بقفل عليه بالكبريت وبالسوبر وبغطيه بالقش، وبعد كده ببدا اللي تستوي وبجمعها اول باول، وبكده اكون حافظت على المحصول بتاعي، تمام؟ ملء الانهيار ده لو حصل صقيع، ما حصلش صقيع يبقى حظنا كويس وربنا الله لطيف بعباده، تمام؟ طيب من الاجراءات برضو الاحترازيه ان احنا بنزرع بدري يا جماعه، بمعنى برضو لو انت هتزرع فلفل مثلا، ليه ما تزرعش في 15/8؟ 15/9، 15/10، اول 11، تمام؟ هتجمع في خلال 11 وفي خلال من الاجراءات الاحترازيه بتاعتنا قلنا ان احنا ممكن نزرع في شهر 9 مثلا، في بدايه 9 او في نص 8. انا لو زرعت النهارده يا جماعه في نص 8 حاجه زي الفلفل مثلا، يبقى 15/8، 15/9، 15/10، في بداية 11 هبدأ أجمع، هاخد جمع كويس جدا في الفلفل لحد 10/12 كده، الدنيا هتبقى عندي كويسة. طيب حصل صقيع والفلفل اتدمر تمام التمام، مفيش مشكلة، أنا خدت منه الخير بتاعه في الأول، وباجي على أول شهر 2 أو في نص شهر 2 بقى أمشير دخل والقصير بيلحق الطويل والقصص بتاعت الفلاحين، فببدأ أعمل إيه؟
ببدأ أقص الفلفل بتاعي وأسيبه وأديله جرعة يوريا منشطة مع عزقة كده بسيطة، خربشة بسيطة جنب الجدر، وبديله شوية مية مع الحرارة بتاعت مارس، هيطلع الفلفل زي الفل تاني وهاخد منه خير تاني برضو. كذلك البتنجان ممكن تحصل اللي هي عملية بسموها عملية التعقير بتاع الفلفل أو بتاع البتنجان. البتنجان برضو هنعمل نفس القصة، لو زرعت فيه 15/8 يبدأ برضو على 60 يوم هيبدأ يديني محصول كويس، هبدا ياخد منه محصول لحد، وممكن على فكره يعدي الفتره ديت من غير اي مشاكل، بس برضو الانتاج بتاعه هيكون قليل. ببدا اقصه برضو في نص اتنين واخد منه دوره تانيه، تمام؟ طيب لو عنده طماطم، الطماطم مش هينفع فيها القصه ديت يا جماعه، لازم ابدر بالطماطم بتاعتي وليكن في اول تسعه، يبقى 9 و10 و11، تمام؟ ادى 3 شهور اهوت، فاول 12 بتكون الطماطم بتاعتي ابتدت يعني تسوي. ممكن لو حصل او انا خايف من الصقيع ارش الكبريت والسوبر واغطي بقش، لان انا مش عايز عرش كده ولا عايز نمو خضري، انا كل اللي عايزه المحصول بتاعي يتم تحت شويه القش وشويه الكبريت وشويه السوبر اللي انا رشيتهم دهوت، مع الورقه بتاعتي لما برش الحاجات دهيت بتبقى خشنه يا جماعه، ما بتبقاش غضه، وبالتالي تاثرها بالصقيع بيبقى الى حد ما قليل مع التغطيه ومع الاجراءات الاحترازيه ومع شويه الميه اللي بحطهم العشر دقائق دول، تمام؟ الدنيا كده بقت كويسه معايا، ممكن اعدي المحصول. انا بجمع بس على فكره في الشتاء، ما فيش نمو خضري جديد ولا اي حاجه خالص، خد الامر الذي فيه تستفيد يعني، تمام؟ دي الاجراءات الاحترازيه اللي بنتكلم فيها عن الصقيع. في حاجات تانية بالنسبه طبعا احنا، انا ماليش دعوه بالفاكهه، ولكن طبعا مصائب قوم عند قوم فوائد. الجماعه بتوع الفاكهه المتساقطه مش المستديمه، المستديمه بتتحرق، والمانجا اتحرقت عندنا في مصر السنه اللي فاتت كلها، تمام؟ الحاجات الجديده اللي هم بيعملوا على الزراعات المستديمة، بيعملوا على شبكة ميست فوق، بحيث ان اول درجة الحرارة ما بتنخفض عن 3 درجة مئوية. في عندهم جهاز اسمه جهاز انذار مبكر، بيدي تنبيه، بيشغل البير مع نفسه، البير بيطلع مية على الشبكة بتاعت اللي فوق ديت بتاعت المست، فبيدي مية كل 5 دقايق، كل 10 دقايق بيدي شوية مية. فدي طريقة طبعا هايلة جدا، بس مكلفة جامد جدا، وصيانتها برضو بتكلف ومشاكلها كتير يعني، تمام؟ ولكن هي بتعتبر الطريقة التوب يعني في مكافحة الصقيع في الأوبن فيلد. أما جوه عندي في البيوت صعب ان يحصل ده كلته، او الناس اللي ممكن تزرع في الانفاق المنخفضه برضو مش هيحصل حاجه ان شاء الله في قصه الصقيع، تمام؟ عندي بالنسبه للفاكهه المتساقطه طبعا دي يعني ربنا بيكرمهم بيها، وطبعا البرد كل ما كان زايد او الجو حصل فيه بروده كل ما كان افضل للفاكهه اللي هي متساقطه الاوراق، لان هي بتبدا البراعم تفتح بدري، وكمان بيطلع محصول بدري، وبالتالي كمان الكواليتي بتاعها بيكون بدري، تمام؟ دي كانت قصتنا عن عملية الصقيع. ممكن كمان الصقيع طبعا في ناس تيجي على الغيطان وبتولع كاوتش، طبعا هي ممكن تكون العملية مفيدة ولكن فيها أضرار بالغة طبعا للبليوشن أو التلوث اللي هيحصل للبيئة. ممكن نرش مركبات زي السيليكات، السيليكا دايما يا جماعه انتوا عارفين ان هي بتعتبر من المواد الانتي ترانسبيريشن او مانعات النتح، وبالتالي الرش بتاعها برضو بيكون مفيد جدا 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 للصقيع. احنا بنقول كل الاحتياطات الاحترازيه ديت احنا بنعملها علشان الصقيع ما يحصلليش اضرار بالغه، ولكن اذا جه الصقيع بالدرجه اللي هي يبقى ما بينفعش غير الحاجات اللي هي بتحد منه تماما، وهي البيوت المحميه او الانفاق، او ان سيادتك تعمل الشبكات بتاعه المست. شكرا لحضراتكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.